أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. ينشرح للكون. يتجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ونحن نجتمع وإياكم على مائدة القرآن في برنامجكم ربيع القلوب النسخة الرابعة. يا شهر القرآن، من أجلك لا نبالي بالشمس الحارقة ولا بعتم الليالي، من أجلك نشد المآزر نحيي المآثر، ونتلو في غياهب الليل سورة غافر. من أجلك ولأجلك أرجوك فاشهد، يا من علمتنا أن عرق الجبين عند الذهاب إلى المسجد مأجور كدمع العين في صلاة التهجد. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام مع هذه الحلقة، واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم كالعادة، فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس، وفضيلة الشيخ عبد الله بن رجب باصديق، وفضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك. أهلا وسهلا بكم مشايخنا الفضلاء. إذن على بركة الله مشاهدين الكرام، سيكون معنا في هذه الليلة المتسابقات عفاف عارف أحمد، والمتسابقة فاطمة سالم بالذياب، والمتسابقة نور جمال حميد. الآن سنبقى وياكم مع أولى المتسابقات معنا في هذه الليلة، المتسابقة عفاف عارف أحمد، ومع لجنة التحكيم لطرح الأسئلة على المتسابقة. المتسابقة عفاف عارف أحمد، نرجو منك أن تختاري سؤالا. رقم واحد. السؤال الأول يقول السؤال الأول: اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ليذوق وبال أو عدل ذلك صياما
ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام جعل الله الكعبة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني، اقرأي من سورة الواقعة من قوله سبحانه وتعالى: هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أحسنت وبارك الله فيك. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم خاشعين منصتين إلى تلاوة المتسابقة عفاف عارف أحمد، نشكرها على هذا الأداء المتميز ونتمنى لها ولزميلاتها أيضا التوفيق والنجاح. الآن نطلب منها التوجه إلى مقعدها ليتسنى لنا استقبال المتسابقة فاطمة سالم بن ذياب. نرحب بالمتسابقة فاطمة سالم الذياب ونطلب منك أن تختاري سؤالا. السؤال الخامس. مرحبا. السؤال الخامس،
اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من وعادا وثمود وأصحاب الرس وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أشد وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أشد سبيلا من أضل سبيلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أحسنت بارك الله فيك. السؤال الثاني: اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا يسيرا وعذب
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز خالدين فيها وذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قد أحسن الله له رزقا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا بارك الله فيك نشكر المتسابقة فاطمة سالم الذياب على هذا الأداء المتميز ونتمنى لها التوفيق بإذن الله تعالى ولبقية المتسابقات معنا في هذه الليلة الآن مشاهدين الكرام تبقى أن نطرح أسئلة هذه الحلقة على المتسابقة نور جمال حميد نتمنى لها التوفيق في هذه المسابقة وندعوها أيضا إلى التكرم بالتوجه إلى كرسي الأسئلة نرحب بالمتسابقة نور جمال حميد ونود منك أن تختاري سؤال السؤال الرابع عشر السؤال الأول اقرأ من قول الله تبارك وتعالى سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل حسبك وبارك الله فيك. السؤال الثاني من قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أحسنت وبارك الله فيك. صدق الله العظيم. إذن مشاهدين الكرام استمعنا وإياكم إلى تلاوة المتسابقة نور جمال حميد نتمنى لها التوفيق. الآن نستأذنكم للتوقف لحظات مع هذا الفاصل بعده نعود لنستمع إلى ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقات معنا في هذه الليلة فلا تذهبوا بعيدا. Mm-hmm.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام لنستمع إلى ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقات معنا في هذه الحلقة. تفضل فضيلة الشيخ عبد الله رجب باصديق ليطلعنا على ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوة المتسابقة عفاف عارف أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابقة عفاف أحمد نشكرها على ما قدمت في هذا الأداء، وإن كان هناك ملاحظات فتجمل في الآتي. أولا ضعف التفخيم، حروف التفخيم، حروف التفخيم معروفة وهناك ضعف واضح في هذه الحروف، إضافة يعني ترتب على ذلك وهذا واضح كذلك عند أو الحرف الألف إذا جاء بعده أو جاء بعد حرف من حرف التفخيم فإنه يفخر وظهر الترقيق فيها، مثل نحو الصالحات، الصالحات المفترض أن تفخمها الصالحات. الملاحظة الثانية كذلك تفخيم المستفل، الواو الموت، الموت الواو حرف لين فينبغي أن يكون حرف مستفل وتعطيه الاستفال، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير ونفع الله بك فضيلة الشيخ. أما فيما يتعلق بتلاوة المتسابقة فاطمة سالم بن ذياب، فضيلة الشيخ العبد. نشكر المتسابقة فاطمة سالم بن ذياب على الأداء الطيب، وإن كان هناك من ملاحظات فهي ملاحظة واحدة فريدة، وهي تحريك الراء الساكنة عند الوقف النور، كأنه هكذا محرك الراء، فالراء هناك يبعد من التكرار أولا ويلفظ بالسكون الواضح عشان يكون واضح جدا، وهناك الارتباك هذا انتبهي عند التوفيق إذا وفاك الله انتبهي من الارتباك بس، والباقي ما شاء الله فتح الله عليك ونفع الله منك. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ أشرف حبذا لو تطلعنا على ملاحظاتكم على تلاوة المتسابقة نور جمال حميد. المتسابقة نور جمال حميد لقد أمتعتنا بهذه التلاوة الرائعة والأداء كذلك المتميز، إلا أن هناك ملاحظة بسيطة وهي يعني تفخمت حرف التاء، لمن يرتضى، تفخم حرف التاء وأصبح قريب من حرف الطاء، لمن يرتضى، لم توضح الاستفال، استفال التاء إلا باقي القراءة ممتازة، نسأل الله أن ينفع بها. اللهم آمين، جزاك الله خير ونفع الله بك. إذن مشاهدينا بعد أن استمعنا إلى ملاحظات لجنة التحكيم على المتسابقات في هذه الليلة المباركة، الآن سننتقل إلى رئيس اللجنة ليجمل لنا نتائج هذه الليلة. النتيجة النهائية لهذه الحلقة كما هي: المتسابقة عفاف عارف أحمد حصلت في الحفظ على 78 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 19 درجة، مجموع درجاتها 97 درجة ونصف الدرجة. والمتسابقة فاطمة سالم بالذياب وقد حصلت في الحفظ على 74 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 19 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاتها 94 درجة. والمتسابقة نور جمال حميد حصلت في الحفظ على 80 درجة، وفي التلاوة على 19 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاتها 99 درجة ونصف الدرجة. بارك الله فيكن ونفع الله بكن. جزاك الله خير. هكذا أتت مشاهدينا الكرام نتائج هذه الليلة. نبارك للمتأهلتين معنا من هذه الحلقة، المتسابقة نور جمال حميد والمتسابقة عفاف عارف أحمد، كما أيضا سيكون هناك فرصة للمتسابقة فاطمة سالم بالذياب عن طريق التأهل عبر المعدل التراكمي من خلال المرحلة الأولى. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والسداد في هذه المسابقة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بكم. إلى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. أيها الأمي اقرأ باسم